10,000 دولار بتشتروها ب 4,000 دولار. حملة إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً على الواتساب والإنستغرام عم بيتم نشرها من قبل شركات تحويل غير شرعية بأسماء وهمية بأنه عم تعطي 10,000 دولار مقابل 4,000 دولار، على اعتبار أنه هيدي الدولارات مجمدة وأرقام تسلسلية محظورة من قبل السلطات الأمريكية المختصة ويمنع التداول فيها بالمصارف، ولكن يمكن للأفراد تصريفها بالسوق. لهذا السبب ببيعوها بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، ولكن هيدي الإعلانات بدعة وما هي إلا تنصيب واحتيال على المواطنين. واللي عم بيصير تحديداً إنه المواطن عم يتواصل مع هالمجموعات، بيحددوا موعد معه وبيلتقوا فيه على الطريق العام وبياخدوا منه مبلغ 4,000 دولار على أساس بدهم يفحصوا الدولارات، وبيعطوه بالمقابل مغلف آخر مسكر على أساس إنه موجود فيه 10,000 دولار، إلا إنه بتطلع أوراق فاضية ومزيفة، وبيهربوا بالدولارات الشرعية. فانتبهوا من هيدي الإعلانات وما تنغشوا. هيدا كان الاقتصاد بدقيقة.